ارتفعت أسعار النفط أكثر من 6% اليوم الجمعة في ظل موجة البرد التي عززت الطلب على وقود التدفئة في الولايات المتحدة وأوروبا. فقد صعد سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت دولارا و92 سنتا ليبلغ 31 دولارا فاصل 17 سنتا للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي دولارا و59 سنتا ليصل إلى 31 دولارا فاصل 12 سنتا للبرميل.